متحمس جدا وكنت مستني اللحظة دي بقالنا فترة، فالحمد لله اللحظة جت، ويا رب الفيلم يعجبكم وعايز كل حد يدخل يتفرج على الفيلم ويقول لي رأيه. أنا بلعب شخصية كيمي اللي هو كريم ابن مها وحسين، و يعني مش عارف أقول أكتر من كده بقى. لا احنا في اللوكيشن كنا زملاء، احنا الاثنين شغالين وبنهزر مع بعض وبنلعب مع بعض، الموضوع كان مريح جدا في التصوير، مفيش اي حاجه صعبه واجهتني في الفيلم ده. الفيلم كله من اوله لاخره الحمد لله مر بسلاسه وبوزيتيفيتي، والحمد لله يعني وصلنا لهذه اللحظه.